إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية اللي بتتوقع أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على الساحل أو على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة. دكتورة منار، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة صباح الخيرات، أخبار الجو النهاردة؟ صباح الخير يا فندم، صباح الخير لحضرتك واهل كل الساده المشاهدين. احنا طبعا مستمر معانا الاجواء الخارجيه اللي فيها انخفاض في قيم درجات الحراره خلال فترات النهار وخلال فترات الصيف. يعني الانخفاض ده بدا معانا من بدايه الاسبوع ومكمل معانا على الاقل خصوصا في الاسبوع الجاي، بسبب ان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه شرقيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. قيم درجات الحراره في الكتل المنخفضه، فبتخلي قيم درجات الحراره خلال فتره النهار نقول حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده في السنه، واللي فيها العظمى على القاهره الكبرى 28 درجه مئويه. لكن الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال هذه الايام كلنا حاسينها هو نشاط رياح. نشاط رياح موجود معانا في معظم محافظات الجمهوريه على مدار اليوم كله. سرعات الرياح في بعض الاماكن بتتجاوز ال 45 كيلو متر على الساعه، يعني احنا بنقول متوسط سرعات الرياح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، لكن في بعض الاماكن بتزيد عن ال 40 كيلو متر على الساعه، فده بيخلينا نحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره، بيلطف الاجواء في فترات النهار، لكن كمان الرياح دي ممكن تكون مثيره لبعض الرمال والارتبه خاصه في الاماكن المفتوحه بشكل كبير، المدن الجديده، الاماكن المكشوفه، او حتى كمان المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، ممكن طبعا تاثر بانخفاض في الرؤيه الافقيه، فده بيخلي فترات النهار احساسنا بالطقس الخريفي المائل للحراره خاصه مع وجود اشعه الشمس. مزيد من الاحساس بانخفاض في قيم درجات الحراره طبعا فترات الليل، لان كمان الصغرى فتره الليل على القاهره الكبرى بتسجل قيم درجات حراره ما بين 18 و19 درجه مئويه خلال فتره الليل، هنلاقيها كمان في المدن الجديده والاماكن المفتوحه بشكل كبير اقل من ال 18 درجه مئويه مع نشاط الرياح، فبالتالي اجواء فتره الليل هي اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه خاصه ساعات الدخيل متاخر فترات الصباح الباكر. اليوم ايضا متوقع معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه في بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والسلوم، مناطق من العلمين والاسكندريه، لكن هتبقى فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. وكمان ممكن احنا بالامس كان عندنا اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، اليوم ارتفاع الموج قل، لكن ما زال البحر الاحمر والبحر المتوسط معتدل لمضطرب، ارتفاع امواج ما بين 2 الى 2.5 متر، فنقدر نقول ان هم مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن بحذر لان 2.5 متر داخل عمق البحر الاحمر او البحر المتوسط ممكن يشكل خطوره، فناخد بالنا نكون حذرين من التعمق داخل البحار الاحمر والمتوسط. زي ما قلنا انخفاض قيم درجات الحراره مكمل معانا، يمكن هي تكون السمه السائده خلال الايام المقبله ان شاء الله، هو انخفاض قيم درجات الحراره وخاصه في فترات الليل. ان شاء الله متوقع كمان مع يوم الجمعه اللي جاي تبدا تقل سرعات الرياح اللي مستمره معانا على مدار الاسبوع ده، فلازم ناخد بالنا في الفتره دي من نوعيه الملابس. خلاص نتخلى تماما عن الملابس الصيفيه، نرتدي الملابس الخريفيه، معانا جاكيت واحنا خارجين فترات الليل المتاخره او فترات الصباح الباكر تجنبا لنزلات البرد. مرضى الكتلة الصدرية والجيوب الأنفية ناخد بالهم بس واحنا خارجين، يفضل ارتداء الكمامات، القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق. طبعا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن احنا عارفين فصل الخريف دايما معروف هو فصل التقلبات الجوية. ده حقيقي، ده أنا عايز أقول لحضرتك يا دكتور، يعني كل بيت تقريبا لازم يكون فيه واحد أو اتنين عندهم بوادر برد. بشكرك شكرا. فروق درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل لازم ناخد بالنا منها، لان دايما مع وجود اشعه الشمس احنا حاسين بدفء، اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، بنحس بالبروده، واحنا معظم الطلبه هم رايحين المدارس بيروحوا فترات الصباح الباكر اللي بتسجل فيها قيمه درجه الحراره الصغرى، والاجواء بتكون اجواء بارده بشكل كبير، فبس ناخد بالنا من نوعيه الملابس. وبناكد تاني خلاص نتخلى عن الملابس الصيفيه، نرتدي الملابس الخريفيه اللي بتبقى قطعتين ملابس كم او اصطحاب جاكيت واحنا خارجين زي ما بتقول تجنبا بس في نزلات البرد. شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع درجات الحراره المتوقعه
النهاردة هنبدأها بالقاهرة العظمى فيها هتكون 28 والصغرى فيها 19، العاصمة الإدارية العظمى فيها هتكون 28 والصغرى فيها 18، الإسكندرية العظمى فيها هتكون 27 والصغرى فيها 21، العلمين الجديدة العظمى فيها 26 الصغرى 21، أما مطروح العظمى فيها هتكون 26 والصغرى فيها 20، دمياط العظمى فيها 27 والصغرى 20، بورسعيد العظمى فيها هتكون 26 والصغرى 20، الإسماعيلية العظمى فيها 28 والصغرى هتكون 18، أما محافظة السويس العظمى فيها هتكون 29 والصغرى فيها 19، العريش العظمى فيها 26 والصغرى 20، سان كاترين العظمى فيها 23 والصغرى فيها 9، أما طابة العظمى فيها هتكون 27 والصغرى 18، حلايب العظمى فيها 29 والصغرى 24، شلاتين العظمى فيها 30 والصغرى فيها 23، شرم الشيخ العظمى فيها 31 والصغرى 22، أما الغردقة العظمى فيها هتكون 30 أما الصغرى هتكون 22، الفيوم العظمى فيها هتكون 29 الصغرى فيها 19، بني سويف العظمى فيها 29 الصغرى فيها 18، الوادي الجديد العظمى فيها 31 الصغرى فيها 17، أسيوط العظمى فيها 30 والصغرى 17، سوهاج العظمى فيها 30 والصغرى فيها هتكون 18، أما قنا العظمى فيها 31 والصغرى 19، الأقصر العظمى فيها 32 والصغرى 21، أخيرا أسوان العظمى فيها 32 والصغرى هتكون 21. وبكده مشاهدينا نكون خلصت توقعات الأرصاد الجوية، نرجع مرة تانية للزملاء مصطفى ودينا لاستكمال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا رجائي. شكرا يا رجائي.